بتمنى موتي. سلام، معكم هاتون، رجعت لكم فيديو جديد بردة فعل جديدة. اصدقاء، اول شيء لا تركزوا بشكلي لان من جد فاهم انهم اوكي. اليوم احنا عم ردة فعل اغنية علي السعيد بالله عودي، امبارح نزلت تمام، وانا اليوم بدي اعمل عليها ردة فعل. المتابعين عندي على الانستغرام على اليوتيوب اكلوا راسي انه ليش ما عملت ردة فعل اغنية احترجع علي. اوكي، انا عملت ردة فعل هالغنية بس ما نزلته، علي بيعرف. اوكي، فاليوم رح نعمل ردة فعل بالله عودي. لو بدي كسر الكاميرا بدي صور. اوكي اصدقائي، اذا انتم جداد بالقناة اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. ما بدي اطول عليكم، خلينا نبلش بالفيديو. يلا نفوت على العلي. شو دياد، يلا سيرجع اليوتيوب. وين كان يدوم جروح من كل ديفون، وهتني قلبي رح نبقى خزني وهجر هالروح. هاي الغنية يلا بدنا نشغل تصوير الشاشة كمان. هيك نعمل هيك، بسم الله، و 3 2 1 اصدقائي هالفيديو نشغل هيك. بلد نشوف شو حيقدم لنا عليه. لا لا بالله علي سعيد. تعبان ومش قادر انسى ضحكاته ومن تم الهمسة، بحت صوتها بلسم شافي تعلمني كيف جرحي انسى. خليك بحضني مخباي لروي لك من قلبي حكاية، صوت جواتي بدو يقلي آخ آخ يما. بالله عودي أمانة عودي، من لما غبتي عن قلبي أنا بتمنى موتي، أخدوها مني اشكي نصيبي، لا مش بالدنيا نصيبي بالجنة. آخ عودي بترجاك عودي، لما غبتي عن قلبي أنا بتمنى موتي، أخدوها مني بشكيهم لالله. نصيبي لا مش بالدنيا نصيبي بالجنة. وحيدش كثر عانيت أسمع صداها بالبيت، من وقت الغبتي عن نظري حق فراقك انذليت. قبال البيت بجي ونوح كطير ميتم مجروح، لتغيبي يا بعد الروح عن قلبي أنا بتمنى موتي، أخدوها مني اشكيهن لالله. نصيبي لا مش بالدنيا نصيبي بالجنة. آخ عودي بترجاك عودي، من لما غبتي عن قلبي أنا بتمنى موتي، أخذوها مني بشكيهم لالله. نصيبي لا مش بالدنيا نصيبي بالجنة. والله ديه حلو. خلصت يعني ما توينا علي سعيد.
اوكي خلص اصدقائي، خلينا نعطي رأينا بالكليب وبالصوت علي. اوكي انا تأثرت تمام، لانه الغنية يعني إلها ذكريات، يعني مثل ما بتلمس علي بتلمس اي شاب. اوكي اول شي بدي احكي لعلي ان شاء الله هيك ربي يرحمه لحبيبتك يكون مسواها جنة يا رب، انه الكليب كان حلو، الكلمات كانت حلوة كتير، صوتك واحساسك وصلت تمام. بعتذر انه دمعت او تأثرت هيك كتير لانه القصة الا قصة كمان تمام. احساسك وصلت علي، كان شي حلو منه، كان تمثيلكم حلو من هيك نتأثرت. اوكي ان شاء الله هي كمان تضرب مثل غنية رح ترجعي لي. بعتذر منكم انه هيك تأثرت شوي انا، بس الغنية كتير حلوة، وانا قلت لكم انه بس اسمع شيء حزيني او اشوف حدا هيك زعلان او قدامك بتأثر، عرفتوا كيف؟ فكان شيء حلو، الكليب كان راقي، غنى بلهجة عراقية، كان اللي بقله. ان شاء الله اشوفك بعالم مرات اخوي علي، هيك شوفك عم تنزل اغاني، بس لا تنزل يستع على ارضك خلص، لا تنزل حزين اوكي نزل شي طربي لك عم تأثر انه عندي بالشغلة. اوكي اصدقائي، لهون كون وصلنا نهاية الفيديو، انتو اعطوني رأيكم بالكليب، كيف شفتوها، كيف حسيتوا علي اقوى بهاي الكليب بالله عودي ولا رح ترجع لي؟ ناطر اراكم بالكومنتات تحت علي، انت كمان ربي يوفقك، شوفك بعلى المراتب. وإذا أنتوا جداد بالقناة أصدقائي اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس. كان معكم أخوكم التوني من قناة التوني. في أمان الله.